إذن مشاهدينا، التركيز كان في خلال العام الجاري من قبل الشركات على المسؤولية الاجتماعية وما يعرف بالإي إس جي أو الحوكمة البيئية والحوكمة الاجتماعية، ولكن يبدو كأن هذا الملف هو ليس بالأولوية بالنسبة لعدد أو بالنسبة لكثير من الشركات العربية. لدينا كثير ربما من البروغرس أو التطور الذي يجب أن نقوم به حتى نصل لنشهده ما شهدناه في الأسواق العالمية وفي الشركات المدرجة عالميا، ولكن الواضح بأن جائحة كورونا سرعت من النمو في هذا القطاع بشكل كبير بالنسبة للشركات العربية المدرجة. السؤال، هل تقوم بما يكفي؟ نتحدث عن هذه المحاور وأكثر إذن مع الدكتور أزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي أم للرعاية الصحية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. عندما نتحدث عن ملف المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للشركات العربية، هل تقوم بما يكفي برأيك؟ يبدو كأنه لدينا بعض المشاكل التقنية. على كل، بينما يجهز ضيفنا نحدث وإياكم الأسواق الخليجية، كيف تتحرك إذن هذه الأسواق بالنسبة لجلسة اليوم؟ كنا قد شهدنا تفاعل مع ارتفاعات أسعار النفط ووصول برنت لفوق مستويات $80 للبرميل. هذا الملف كان قد أعطى نوع من التباين بالنسبة للبورصات الخليجية في الجلسة الماضية، ولكن بالنسبة لهذه الجلسة نلحظ نوع من المكاسب والارتفاعات. إذن الدكتور أزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي أم للرعاية الصحية مجددا معنا. دكتور، برأيك هل تقوم الشركات بالمنطقة بما يكفي بما يتعلق بالملف الخاص بالمسؤولية الاجتماعية؟ شكرا. أنا أشعر أن الشركات قطعا تقوم بما هو كافي بدرجة كبيرة، ولكن هناك الكثير من الشروط. عندما ننظر إلى المسؤولية المجتمعية في الشركات فإنها تتم من قبل الشركات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولكن فيما يتعلق بالمجالات الأخرى من الاستدامة أعتقد أنه لا يزال هناك أمامنا طريقا طويلا، ولكن فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية أعتقد أننا في وضع جيد. طيب، عندما ننظر إلى ملف الإي إس جي عموما، هل برأيك يجب على الشركات المدرجة في الأسواق العربية أن تبدأ وتحتسب وجهة نظر المستثمر تجاه هذا الملف؟ لأن المستثمر سواء عالميا أو محليا بدأ يعتبر هذا الملف من أولوياته، ملف وخصوصا بأنه يؤثر على الاستدامة بنهاية المطاف. فإلى أي مدى ترى بأنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الشركات وتحديدا المدرجة؟ هذا أمر مهم جدا. ما يحدث عالميا هو أن هناك الكثير من الأهمية بالنسبة للمسؤولية المجتمعية والبيئة والحوكمة، ولكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط هذا الوعي أصبح متزايدا، ومؤخرا هناك 46% فقط هي التي تتعلق أو تقوم بالإبلاغ عن هذه الأمور. إذا حتى عام 2021 لم يكن هناك الكثير، أصبح الوعي متزايد، ولكن لم نصل إلى 100% من الشركات كما يحدث في الغرب. ولكن علينا نزيد من الوعي، ولكن أيضا ينبغي وأن يكون الأمر أفضل مما هو عليه الآن. طب، ما هو دور المشرعين؟ يعني إلى أي مدى يجب أن يكون هناك تشريعات تفصل المعايير المطلوبة من قبل الحكومات ومن قبل المشرعين بما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية؟ قطعا الحكومات والمشرعون يمكنهم أن يقوموا باتخاذ الكثير من الإجراءات المطلوبة كما هو يحدث في الدول الغربية. عليهم أن يعرفوا وأن يصروا على الاستدامة والعوامل المستدامة مثل البيئة والاستدامة والحوكمة والأمور التي تتعلق بالحوكمة، وأن يكون هناك إجبار على الإبلاغ وتقديم التقارير من قبل الشركات. إذن الحكومات يمكنها القيام بالكثير،
الكثير، ولكن فيما يتعلق بالحكومة نفسها تقوم بالكثير. معظم الحكومات مثل دولة الإمارات مثلا، إذا ما نظرنا إليها فلديها خطة كبيرة للاستدامة والحوكمة وكل شيء. إذا الشركات أصبحت تزيد من وعيها بشكل جيد. سوف يستغرق الأمر وقتا، ولكن الحكومة يمكنها أن تدعم هذا الأمر وأن تقوم بتطبيق هذه الأمور. طيب دكتور، اليوم الشركات العربية المدرجة كما حال الشركات العالمية خرجت من عام كان تاريخي، عام جدا صعب من ناحية الوضع المالي، وهو عام جائحة كورونا العام 2020. وبالنسبة للعديد من شركات تآكلت رؤوس أموالها، تآكلت مستويات السيولة لديها بسبب صعوبة هذا العام. إلى أي مدى ترى بأن الشركات العربية المدرجة جاهزة لاستقطاع أجزاء من إيراداتها ومن السيولة المتوفرة لديها لتقوم بعمل استثمارات اجتماعية أو استثمارات بيئية في هذا الوقت تحديدا، الوقت الذي نشهد فيه التعافي من جائحة كورونا؟ أعتقد أنه من الأكثر أهمية أن نقوم بالأمور في الوقت الحالي. الأمر يتعلق بالاستدامة، وفيما يتعلق بما يحدث الآن سواء كان هناك بعض الأحداث التي طرأت مثل الكوفيد، طالما أن هناك استدامة مالية سيكون هناك أيضا استدامة للشركة من الناحية المجتمعية والبيئية. إذا أعتقد أنه من المهم، على الرغم أن هناك الكثير من التحديات، إلا أن هناك شروط للشركات أن تكون جزءا من الكل. عندما يتم الإنفاق على بعض الأمور وأن يكون هناك جزء موجه إلى الحوكمة البيئية والمجتمعية، فإن ذلك سيكون من مسؤولية الشركات أن تساعد الأشخاص المحتاجين في المنطقة. هناك أعداد كبيرة من الأشخاص يعانون في المنطقة، ليس فقط في دول الخليج ولكن أبعد من ذلك. إذن هذا شرط للشركات مثل شركتنا. إذا مؤخرا كان لدينا مهمة في اليمن لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والذين يحتاجون إلى الغذاء والكثير من الأمور. اتخذنا الكثير من الإجراءات. إذا هذا شرط لعملنا على الرغم من أننا في وقت صعب. هل ترى دكتور بأن شركات القطاع العام الخليجية أقدر على عمل هذا النوع من الاستثمارات ويعني العمل يعني استثمارات أكبر بمجالات الـ ESG من الشركات في القطاع الخاص، بحكم أن لديها موارد مالية أقوى وهي قادرة على المناورة في أوقات الأزمات؟ نعم، أعتقد أن شركات القطاع العام والشركات الحكومية أو الشركات المملوكة الحكومية يمكنها القيام بأكثر، ولكن القطاع الخاص أيضا. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، عندما ننظر إلى الكم الكبير المتاح للتمويل، فهناك الكثير من الأموال المتاحة لمسؤولية الشركات. لا أقول أن الأمور ستكون موجهة إلى هذا الأمر فقط، ولكن هناك إتاحة للتمويل وبالنظر إلى الشركات العالمية، فإن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يمكنهم أن يكون لديهم إيفاء لهذه الشروط. وبالتالي أعتقد أن القطاع الخاص يمكنه أن يتدخل وأن يشارك مع الحكومة، وأيضا الشركات العامة أيضا المملوكة للحكومة أو القطاع العام يمكن أن تقوم بكل شيء مثل ما هو يحدث مع الشركات الخاصة أيضا. شكرا جزيلا لك الدكتور أزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي أم للرعاية الصحية. فاصل ونعود.